معنى قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلم ما ترك عليها من دابة؟ نعم، لأن أخطاء الناس كثيرة جدا، فلو يؤاخذ الله الناس على ما يقع عليه منهم من الظلم كان أهلك الجميع، لأن الظلم كما قيل والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. فالناس يقع منهم الظلم. شوف الآن لما يأتي أحدنا يوم القيامة فيضع الله كنفه عليه ويقرره بذنوبه حتى يظنه قد هلك، فيقول الله له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. كل واحد فينا يعلم عن نفسه كم يقع فيه من الأخطاء، ولكن ستر الله علينا سبحانه وتعالى، كما قال بعض السلف والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. فالقصد أن هذا نعم لو يؤاخذ الله الناس ما يفوت لهم شيئا، نعم كان أهلكهم الله المستعان.